حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. عربية أبنائنا أمانة في أعناقنا، كيف ننشئ جيلا يحمل أمانة اللغة دون تكلف أو إسفاف، يحملها مكافحا في سبيل الحق منافحا عن أهله. هي أمانة تحفز فينا واجبات بناء الوعي في الإنسان المنتمي لأمته، وتفرض علينا مسؤوليات كبيرة. حديثنا في هذا الموضوع إلى جانب الكثير من الشعر الرسالي. مشاهدين بالأصالة عني وبالنيابة عنكم، ورحبوا بضيفي في الأستوديو معنا الدكتور أحمد السعدي، عميد كلية الشريعة في أكاديمية بشاك شهير للعلوم العربية والإسلامية. أهلا بك دكتور أحمد معنا، حياكم الله، أنرت بيت القصيد في هذا اليوم. الله بكم، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. وإلى جانب صفتك الأكاديمية فأنت أديب وشاعر. بارك الله بكم يا سيدي، بورك بك يا دكتور. وقبل الذهاب إلى موضوعنا، عربية أبنائنا أمانة في أعناقنا، نريد مفتتحا شعريا اتفقنا عليه، لك أن تبدأ، تفضل. ببسم الله أبتدئ الكلام، وأجعل حمده فتحا لزاما، وأتليه الصلاة على رسول رقى للسبع واخترق الظلاما. الله. وأسأل ربنا عونا وغفرا تعالى البر، من يمحو الأثام ونعمه هو المعين على النوايا، إله قادر يحيي العظام. إله قادر يحيي العظام. قبل أن نتجه إلى موضوع اليوم دكتور أحمد، وهو الحديث عن العربية وكيف نغرس هذه البذرة المثمرة في نفوس أبنائنا حتى يكبروا متشبثين بهويتهم لا منسلخين عنها منفصلين، قبل كل هذا دعنا نتحدث عن فكرة الشعر في تربية الجيل وجعله متمسكا بموروثه وماضيه. الحقيقة الحضارة العربية، نعم، حضارة أدبية، ولذلك كانت معجزة نبي العرب معجزة أدبية، معجزة لغوية. فأنا منذ سنوات بعيدة أدرس غير العرب اللغة العربية، وأجد أنهم يعني يستصعبون الشعر، فأقول لهم وما ذنبنا، لغتنا كذلك، لغتنا لغة الشعر. في مهرجانات الشعر نلتقي ب يعني شعراء من مختلف بلاد العالم، كلهم يشيروا إلى العرب بالبنان، يقولون لغتكم لغة الشعر، نعم، علمونا كيف تكتبون الشعر. هذا في الحقيقة يجعل من مهمة المربي بالنسبة للجيل الجديد مهمة صعبة، لأن لغتنا في الحقيقة ليست كسائر لغات العالم. اليوم أولادنا مثلا جاءوا إلى تركيا، في أشهر أتقنوا اللغة التركية، ولكن إذا أردت أن أتقن اللغة العربية، لغة الشعر، لغة المجاز، لغة، في الحقيقة كثير يدرسون لسنوات طويلة ولا يحتاج أعمارا مديدة. نعم، لذلك هذا يضاعف المسؤولية على الآباء تجاه أبنائهم لحفاظهم على لغتهم، لأنها لغة الشعر. أحسنت. وبالتالي ينبغي علينا أن لا نكتفي بأن يتكلم أحدنا مع أولاده خارج البلاد العربية، بل وداخلها أحيانا. أنا أقول لك، مرة من المرات كنت في زيارة عائلة في دمشق، ودمشق يعني مدينة العروبة، وكان يتكلم مع أولاده فيما بينه وبين أولاده، وأولاده فيما بينهم يتكلمون باللغة الإنجليزية. جريمة بحق لغتنا وتراثنا وهويتنا. لكن هذه بحمد الله ليست ظاهرة منتشرة في دمشق، لكنها في بعد أن خرج الناس بسبب ما حدث وانتشروا في بلاد الله، ظهرت المشكلة بشكل أكبر بكثير. اليوم بعض الناس يظنون أنهم يحافظون على لغة أبنائهم إذا تكلموا في البيت باللغة العربية. نحن نقول هذا لا يكفي، لغتنا ليست لغة الشارع، لغتنا لغة الشعر. أحسنت. لغة الشعر، وهذا يعني أنها لا بد لها من يعني تدريس خاص وتعليم خاص حتى يتذوق الطفل لغة آبائه وأجداده، وحتى نعرف كيف سيتذوق هذا الطفل لغة آبائه وأجداده. وقبل ذلك
إلى قصيدة نفتتح بها هذه الحلقة من بيت القصيد، ومن ثم نذهب إلى موضوعنا الدسمة الكبير. تفضل. تمام يا سيدي. تفضل دكتور. الحقيقة أنا أريد أن أبدأ بقصيدة عزيزة على قلبي، قصيدة قديمة كتبتها من سنوات طويلة، ولكن إذا سمحت لي بكلمات قليلة، هي المفترض القصيدة تتكلم عن نفسها، لكنني سأقدم لها بكلمات بسيطة. حفظ أخي كتاب الله عز وجل، وأحببت أن أكتب قصيدة بهذه المناسبة، وكنت مولعا بالشعر الجاهلي، وأنت تعرف أن شعرنا القديم في يعني عموده وفي منهجه يعني يقدم بالنسيب، وأحببت أن أبدأ بالنسيب يعني، ولكن كيف أبدأ بنسيب يعني يتناسب مع المناسبة، يعني يتناسب مع فكرة حفظ القرآن، حفظ القرآن وتريد أن تقول غزلا ونساء وكذا، فيعني الموقف محرج، فوجدت مخرجا سأقرأه. أعطينا. تفضل. يا جنة الخلد قد طال النوى وبرى جسم الجوى، واعتراني الخوف والألم. يا جنة الخلد قد طال النوى وبرى جسم الجوى، واعتراني الخوف والألم، وقد سرت رعدة الأوصال في جسدي، وقد رمى وخار عزمي، وزار الشيب والسقم. وراودتني بقايا العزم تدعمها نفس، وتنفث فيها مقلة وفم. وذكريات لها نبل تسدد في قلبي، وآلام أشواق لها زخم. وجارحات بسهم الدل ترسله، تمضي الليالي وليس الجرح يلتئم. آن الأوان فمدي كف منجدة، روحي فداؤك والآمال والنعم. قد تقت للقهوة الصهباء أرشفها، قد تقت للقهوة الصهباء أرشفها، لا الغول فيها ولا النشوان يتهم. الله. يذوقها حافظ القرآن مبتسما لغادة الخلد، من في كفها عنم. جميل. يا حافظ الذكر حي الله طلعتكم، حفظتم الدين فالدنيا لكم خدم. يا حافظ الذكر، يا حافظ الذكر حي الله طلعتكم، حفظتم الدين فالدنيا لكم خدم. جمعتم الدين والدنيا وما جمعت لغيركم، فسواكم في الدنا رقم. الله الله، أعد هذا البيت. جمعتم الدين والدنيا وما جمعت لغيركم، فسواكم في الدنا رقم. ونوركم من معين الذكر منبعه، في حالك الليل تستهدي به الأمم. يحبكم كل من يهوى العلا ويرى أن المعالي قرطاس له قلم. قد أدرج السر بين المنكبين به نورا نور النبوة، حاش الوحي يرتسم. قد أدرج السر بين المنكبين به نور النبوة، حاش الوحي يرتسم. وفي القيامة يهدي الله والدكم من كفه تاج نور وهو يستلم. الله. يا إخوتي فتعالوا وانهلوا معنا من منبع الخير نور الله، واغتنموا وأرسلوا ثلة الصبيان تحفظه، وأسرعوا فغدا لا ينفع الندم. أحسنت يا دكتور، لا فضفوك ولا عشا شانئوك. إلى الموضوع الآن، وكلنا شوق للحديث في هذا الموضوع. عربية أبنائنا أمانة في أعناقنا. يعني دكتور، كما تعلم نحن أمام قضية تتعلق بالهوية العربية لأبنائنا وبناتنا في المغتربات. برأيك أمام موجة الهجرة التي شهدتها المنطقة العربية في الآونة الأخيرة، هل سعى العرب باعتقادك لحماية هوية أبنائهم في المهجر؟ هل يقومون بما يفترض أن يقوموا به؟ قضية الهوية قضية مهمة جدا. نعم، لا بأس أو لا شك. تفضل. أمم الأرض كلها، أمم الأرض كلها يعني تهتم وتقدس هوياتها. الهوية لها عناصر، أهم العناصر باتفاق الفلاسفة والمفكرين اللغة والدين.
نحن لنا خصوصية، لغتنا هي لغة ديننا. نعم. وهذا شيء يعني يجعل هويتنا مركبة بشكل مزدوج من العربية، لأن العربية من جانب هي لغتنا، ومن جانب هي ديننا الذي به نتقرب إلى الله تعالى. وحتى أولئك العرب غير المسلمين ثقافتهم إسلامية، حضارتهم إسلامية. أنت لو ذهبت في لأنهم كل شركاؤنا في اللغة، لأنهم شركاؤنا في الوطن، ولأن اللغة العربية بعلاقتها مع الدين فرضت أمرها على العرب جميعا. صحيح. وبالتالي أنت تجد مختلف المحل والنحل والملل، مختلف كلهم ثقافتهم، حضارتهم، مرجعيتهم الحضارية هي الإسلام. وبالتالي ارتباط اللغة العربية بالإسلام أعطاها قداسة فلم تغدو كلغة أي قوم من الأقوام. هذه مهمة جدا، يعني نبهني إليها يعني ذكرك الهوية. الهوية أمر به يوجد الإنسان، به تكون حقيقته. الآن نحن جسد نمشي على الأرض، ما قيمة هذا الجسد بدون هوية؟ أن يفقد الإنسان تعريفه بنفسه، من أنا؟ من أنا؟ الحقيقة اللغة مشكل أساسي في الهوية، والدين المشكل الثاني، ونحن باللغة العربية نجمع بين الأمرين. أعود إلى سؤالك. الآن نحن كلنا يعلم ماذا حصل للعرب في الآونة الأخيرة. أولا كان إخواننا الفلسطينيون يعني قد ذهبوا في شتات الأرض بسبب ما نعلمه جميعا، واليوم لدينا أكثر من فلسطين. ثم توالت المصائب فولدت يعني فلسطينيين بمعنى العروبة العام، فكلنا عرب وكلنا في يوم من الأيام، بمعنى فكرة النزوح واللجوء والتهجير كذا، كلنا قلنا في يوم من الأيام كلنا فلسطين، فغدينا على نهج فلسطين وتفرق العرب، وخرج الكثير من السوريين على سبيل المثال من بلدهم، بعضهم يعني يقول نحو 9 ملايين، 10 ملايين، أكثر أقل، الأعداد ربما ليست محصاة بدقة، ولكن خرجوا هؤلاء، خرجوا إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى تركيا، إلى البلاد المجاورة، أكثر من دولة. البلاد المجاورة بلاد عربية لا إشكال، إشكالنا مع البلاد غير العربية، بدءا من تركيا ثم إلى أوروبا حيث انتشر السوريون، وكذلك اليمنيون، وكذلك العراقيون، وكذلك الحقيقة الأزمة التي حصلت مؤخرا فرقت العرب في بلاد العالم. اليوم بدأنا نشعر بأهمية الحديث في هذا الموضوع بعد أن رأينا وشاهدنا بأعيننا ماذا حل بأبنائنا. لم يخبرنا أحد ولم يتكلم لنا أحد، نحن رأينا حينما خرجنا إلى المغتربات. أنا خرجت إلى تركيا، جئنا إلى هنا إلى تركيا، وذهبنا إلى بعض البلاد التي انتشر فيها العرب وشاهدنا بأنفسنا، لم يخبرنا أحد. الحقيقة واجب علينا جدا أن نعيد النظر في واجبنا نحو أبنائنا. كثير من الناس يقولون أبناؤنا أمانة في أعناقنا. ما هو مجال هذه الأمانة؟ ما هي مفردات هذه الأمانة؟ حسنت. أنا أعتقد على رأسها اللغة. لغة أبنائنا أمانة في أعناقنا، لأنها صدقت. هويتهم، ولأنها دينهم، ولأنها شخصيتهم، ولأنها تراثهم، ولأنها حضارتهم، امتدادهم في التاريخ، وبدونها لا صوت لهم ولا صورة. وهو يعرف نفسه بأنه عربي ثم لا يحسن أن يتكلم العربية. كارثة، شيء مؤلم جدا حقيقة. أنت تجد الآن بعض السوريين وغير السوريين الذين ذهبوا إلى أوروبا، ربما ما زال على الجواز السوري، يذهب إلى المطار ثم يطلب منه يعني الموظف في المطار أن يعطيه الجواز، يكلمه بالعربية فلا يحسن الجواب،
كم هو مؤلم هذا جدا، كم هو مؤلم أن يطلب منه أن يكتب بعض المعلومات بالعربية للدخول إلى بلد عربي فإنه يعجز أن يكتب الحروف العربية. وأنا أقص لك هذه القصة. أنا زرت أحد إخواننا ممن يعني يحبون العربية بل ويقدسون العربية، دخلت إلى بيته وكان يضع أحد إحدى القنوات التلفازية أمامه. ابنه شاب تقريبا يعني ليس فتى، تجاوز الفتوة، ينظر إلى هذه القناة ويقرأ الشريط الإخباري. ريثما هجأ كلمة في الشريط كان الشريط قد مشى. يا الله، شيء. وهذا من؟ هذا الذي يحب العربية ويقدس العربية. فما حال الناس الذين اشتغلوا بأعمالهم ويعني انشغلوا عن أبنائهم وليس عندهم هذه الروح للحفاظ على لغة أبنائهم؟ ماذا حل بهم؟ ماذا حل بلغة أبنائهم؟ لا شك أن حالهم سيكون جللا ومهمتهم ستكون شاقة. نعم. قبل أن نواصل، استراحة جديدة والشعر. حياك. تفضل. هذه القصيدة يعني قصيدة ليست قديمة. كنت سجلت ولدي في دورة صيفية في مدرسة في اسطنبول وطلب مني أن أكتب له شيئا بالعربية ليقوله أمام زملائه. جميل. فكانت هذه القصيدة. تفضل. القصيدة تتحدث عن اسم المدرسة فلذلك لها علاقة، يعني هي مدارس الجزري، فمن سيستمع إلى القصيدة سيهمه أن يعرف هذا الاسم لأن القصيدة تدور حوله. تفضل. بشمال شرق الشام حيث حدودنا، بشمال شرق الشام يوم حدودنا كانت هباء والسماء غطاء، كانت بلاد المسلمين جوازها كف تصافح أو فم والضاء، عرب وكرد فارس أتراكنا صور تعرف ما لها أسماء، هي قصة الإنسان يولدها هنا، هي قصة الإنسان يولدها هنا، الجنس طين والهوية ماء. بجزيرة صغرى ولكن أنجبت تترى كبارا صدرها سقاء. جميل. ويزيدها ماء الفرات نضارة فكأنما حيزت لها الأرجاء، ولد ابن إسماعيل مبدع دهره شهد الصديق وصدق الأعداء، هذا هو الجزري خير مهندس عرفته دنيا الناس والأنواء. معراجه أرض الخلافة كلها وديار بكر كانت الإسراء، معراجه أرض الخلافة كلها وديار بكر كانت الإسراء، آلاته ساعاته إبداعه ملأ الدجى نورا وعم ضياء، هذه مدارسنا تحاكي نهجه، هذه مدارسنا تحاكي نهجه، يرعى بنيها سادة علماء ويخوض في بحر الحقيقة والهدى من شاطئيها، ولها فرعان، من شاطئيها فتية نجباء. دام هذا العطاء وهذا الانتماء وهذه التنشئة الحسنة لأبنائك وكل أبنائنا، الارتباط العاطفي ب المدرسة أو الجامعة أو الحاضنة التي منحتنا من العلم ما يستحق أن نقف عنده كثيرا، هذا الارتباط يجعل أبناءنا متشبثين أكثر بهويتهم. دكتور، قبل أن تعقب على هذه اسمح لي أن أربطها بسؤال آخر ومن ثم تفتتح بتعقيب على ما قلته أنا. يعني لو وقفنا على نموذج واقعي قريب هو حال أطفالنا نحن العرب، دعنا نأخذ مثلا تركيا كنموذج دكتور وواقع الطفل العربي من جانب حفاظه على لغته الأم. تفضل. أود أن أقرأ لك شيئا كتبه أو قاله أحد المراسلين لإحدى القنوات. نعم. يبين شيئا
من هذا الذي ذكر. تفضل. في مقال لعمر حلبي مراسل الجزيرة في غازي عنتاب نشره في 21 من الشهر 11 من سنة 2018 يروي كيف صار بعض الأطفال السوريين متمكنين من اللغة التركية في حين يعجزون عن التعبير بلغتهم الأم. يا الله. يقول وسأقرأ كلامه: طلبنا من ياسمين، طالبة في الصف الرابع الابتدائي، طلبنا من ياسمين أن تحدثنا عن تجربتها في المدرسة التركية، لكننا فوجئنا بأنها لم تستطع التحدث باللغة العربية. وقالت بالعامية: ممكن أحكي بالتركي، ما بعرف كثير بالعربي. قبل أن تضيف: بلغة تركية متمكنة. أنا هنا منذ 6 سنوات، أتقنت اللغة التركية في المدرسة، والآن أفهم كل شيء يقوله المعلم، كما أصبح لدي أصدقاء أتراك. يقول عمر في نهاية تقريره: وهكذا دفعت المدارس التركية خطر الأمية عن آلاف الطلاب السوريين، ومكنتهم من الاندماج في المجتمع التركي، لكنهم غدوا أمام تحد آخر يكمن في المحافظة على لغتهم الأم العربية. أحسنت. الحقيقة هذا المثال أردت أن أقرأه من الورق لأنه يمثل حالة أمة اليوم رأيناها بأعيننا. الصبية في تركيا الذين اليوم الدفعة الأولى التي جاءت إلى تركيا تقريبا قبل 10 سنوات، وأنا واحد ممن جاءوا إلى هنا قبل 10 سنوات. نعم. الدفعة الأولى قبل 10 سنوات جيل نشأ، الذي جاء كان عمره 5 سنوات مثلا ودخل إلى المدرسة التركية، اليوم عمره كم؟ 15 سنة، وهو لم يدرس العربية أبدا. أنا أريد أن يعني أرصد حالنا كما ذكرت نموذجا. اليوم السوريون ليسوا بأقل من 5 ملايين سوري موجودين في تركيا. نعم. بعضهم يقول نصفهم من الأطفال، يعني عندك 1.5 مليون من الأطفال السوريين موجودون على الأرض التركية، هم يدرسون في المدارس التركية غالبهم. هناك بعض المدارس الدولية يعني، لكن الأغلب والأعم يدرسون في مدارس التركية، لم يدرسوا العربية. هؤلاء كيف مستقبلهم؟ لو أردنا العودة اليوم إلى سوريا، ونحن وكل مبعد عن بلده يتمنى الساعة التي يرجع فيها إليه، لو عاد أبناؤنا اليوم كيف سيدرسون؟ حينما جئت إلى اسطنبول أول شيء بحثت عن بيت، سألت أين يوجد مدرسة عربية حتى أستأجر البيت قريبا من هذه المدرسة، وحقيقة وضعت ولدي في مدرسة في المدرسة السودانية، ثم افتتحت مراكز التعليم المؤقت هنا في تركيا مدارس سورية، نقلته إليها، ثم أغلقت هذه المراكز وأعيد أولادنا إلى المدارس التركية. ولدي الأصغر لم يدرس في مدرسة عربية البتة، هو ولد في تركيا. نعم. ومنذ الحضانة يعني دخل في المدارس التركية. طبعا لمحبتي للعربية ولأنني يعني أشعر بواجبي تجاه أولادي، يعني كان أول ما يشغل بالي أن أرد ولدي هذا إلى العربية وهو يدرس التركية. كثير من المغتربين في البداية عندهم هم شاغل، وهو أن يتعلم أولادهم لغة القوم الذين هم بينهم، ويضعونه في دورات كورسات، ويعني يريدون أن يسرع في التعلم لأنه سيدرس في المدارس، فاللغة ضرورية جدا، يظنون أنه ربما سيبقى سنوات ولن يتقن اللغة، فإذا به في شهور يتقن اللغة، لكن الذي يضيعه ولغته الأم. صدقت يا دكتور. هذه المشكلة
يتنبه أحيانا إليها الآباء في وقت متأخر. ذكرت لك يعني مثالا من قبل، وذكرت ما قاله عمر حلبي، وذكرت مثالا عندي أنا. أولاد يعني أصحابنا وأصدقائنا هنا في الحقيقة كثير منهم لا يعرفون أن يقرأوا كتابا للأسف، ولا أن يهجئوا كتاب الله عز وجل الذي هو كتابنا. سبب من هذا أحيانا بعض السوريون الذين جاءوا إلى تركيا استندوا إلى أن الأتراك يعني دينهم الإسلام. طبعا أنت تتحدث عن تركيا كنموذج، لكن هذا ينطبق أيضا على الموجودين في دول أوروبا ككل. سنعمم على البلاد الأخرى. نعم. أردت أن أجيبك على أن تركيا نموذج. نعم. تركيا هذا النموذج فيه إشكال، وهو أن الأتراك مسلمون. طبعا كونهم مسلمين ليس إشكالا، لكن هذا أطمع الآباء وقالوا خلاص أبناؤنا في بلد مسلم، لكن في الحقيقة نسوا أن يعني صحيح هؤلاء مسلمون ولكنهم لا يتكلمون العربية، لكنهم حريصون كثيرا على حريصون على أن يعلموا أولادهم العربية أيضا، ولكن فرق كبير بين تعلم غير العربي للعربية وبين تعلم العربي لغير العربية. اللغة العربية كما ذكرنا لها خصوصية. نعم. لا يمكن أن تتعلم في أشهر، في سنة، في نعم. سنتين. أنا أدرس الأتراك على سبيل المثال باختصار. يبقون سنوات لا يتقنون العربية. إذن العربية لها خصوصية، ينبغي أن يبذل لها جهد أكبر، وهذا واجبنا تجاه أبنائنا. سنواصل في هذا الموضوع دكتور، ولكن قبل أن نخرج إلى فاصل نريد أبيات جديدة. تمام. الحقيقة أريد أن أخفف من الجدية التي يعني كنا نتكلم بها، قد يكون وقعها شديدا في الأسماع لكنها حقيقة، وينبغي أن نطرحها وأن نعم. نذكرها وأن ننبه الناس، هذا واجبنا. نعم. القصيدة هذه أو الأبيات هذه هي قليلة ولكنها ذات بعد غزلي. تفضل. لذلك ربما تخفف شيئا من الجدية. ليلى أحبك، هذا اللحن يبهرني. ليلى أحبك، هذا اللحن يبهرني. أشهى إلى القلب من قيثارة السحر. ليلى أحبك، آهات أرددها من مطلع الفجر حتى آخر السهر. ليلى ظلمت وما نفسي بظالمة، وما جنيت فحبي ذاك من قدري. أخفي ولكن دموع العين تفضحني بحرقة، وفؤادي في لظى سقري. تسافر العين في أمواج أدمعها، تسافر العين في أمواج أدمعها، يسوقها الشوق والآلام في السفر. أين الرسو ونيران الفؤاد لها، كصائد ينظر العصفور في الشجر. تسافر العين في أمواج أدمعها، يسوقها الشوق والآلام في السفر. أين الرسو ونيران الفؤاد لها، كصائد ينظر العصفور في الشجر. إني أحبك يا ليلاي، إني أحبك يا ليلاي، لا ألوي على عذول، وذكر الحب من سمري. أنشودتي لست أهوى أن أبدلها، ورنة لا تمل البوح من وتري. ورنة لا تمل البوح من وتري، فعلا لا يمل من مثل هذا القصيدة العذب. لابد من استراحة الآن، بعدها نواصل. مشاهدينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من هذه الحلقة، ابقوا معنا. We'll be right back.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم ضيفنا هنا في استوديوهات الرافدين من خلال برنامج بيت القصيد الدكتور أحمد السعدي، وهو عميد كلية الشريعة في أكاديمية بشاك شهير للعلوم العربية والإسلامية، وهو كذلك أديب وشاعر. حيا الله بك دكتور أحمد مجددا. حياكم الله. قبل أن نكمل في موضوعنا، عربية أبنائنا أمانة في أعناقنا، نريد أيضا أن تفكه أسماع السادة المشاهدين بأبيات جديدة، بعدها نعود إلى الموضوع. من وفائي لمن علمني الشعر، كنت أدرس على فقيه في دمشق. نعم. وهو شاعر مفلق، وكان يكتب شطر البيت ويقول لي يا أحمد أجزه، وكان يكتب الأبيات ويقول يا أحمد ذيلها، فعلمني الشعر ثم إن الموت قد اختطفه. يا الله. فكتبت في رثائه هذه الأبيات من باب الوفاء. تفضل. اسمه صادق، وهو كذلك. مآذن الشام دوت في ضحى شحبي، مآذن الشام دوت في ضحى شحبي، غابت شموس الهدى والعلم والأدب. أعد. مآذن الشام، والشيخ صادق من كبار علماء دمشق. أعد متفضلا. مآذن الشام دوت في ضحى شحبي، غابت شموس الهدى والعلم والأدب. يا صادق الموت غاب اليوم صادقنا، يا صادق الموت غاب اليوم صادقنا، أنى لنا ملجأ من شغرة الكذبين. يا الله. كان الحياة وأخلاق الحياة لنا، كان الحياة وأخلاق الحياة لنا، ورحمة الله يحكي الودق في السحب في همة، وضياء العلم يرفعه كأنه البأس والإشراق في الشهوب. يا الله. في همة، وضياء العلم يرفعه كأنه البأس والإشراق في الشهب، غيبته وبلاد الشام ترمقه، كان النجاة لها في أحلك الكرب. كان النجاة لها في أحلك الكرب، وسيبقى نجاة لكل من يسيرون على دربه ويهتدون بما اهتدى به ويقتفون أثره الطيب، لا شك في ذلك دكتور أحمد، وأنت من الأوفياء لروح هذا الأستاذ الجليل. بالعودة إلى موضوعنا، ما الذي يمكن أن نفعله لأجل لغة أبنائنا ونحن نراها تذبل أمام أعيننا؟ هذا بيت القصيد، ما واجبنا؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ أود ابتداء أن أقول، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أحسنت. لذلك يعني مهمة الآباء كبيرة جدا، واجب الآباء، مسؤولية الآباء، الأمانة التي في أعناقهم ينبغي أن يتنبهوا لها. بداية ينبغي أن يكون هو، أعني الأب، حريصا على لغته. ينبغي هو أن يشعر بأهمية لغته، أن يشعر بأهميتها في تشكيل ثقافته، في تشكيل مخزونه المعرفي، وفي قيمتها الدينية، فهي لغة كتابه المقدس. نعم، مادة الدين. إذا استشعر ذلك ربما يعني أدرك تماما واجبه تجاه أبنائه. نعم. فهذه الواجب الأول، أن نتحسس نحن الآباء أهمية لغتنا. كثير من إخواننا شغلته الدنيا، في أوروبا يذهبون، تعرف أنت أوروبا كيف، يعني الدنيا هي الأساس، تسحب الناس. نعم. تشدهم، يذهب من الصباح يرجع في المساء، طغيان المادة، ولا يدري أولاده ما حالهم. نعم. متى يفرغ له؟ من الأمور التي هذه فكرة جوهرية تنبع وتخرج منها كل الأفكار الأخرى. عندنا في أوروبا ما يسمى بمدارس الأحد، يعني مدارس العطلة، أحيانا تكون في يومي السبت والأحد. للأسف لم تنشط هنا في تركيا، لكنها يعني متواجدة في كثير من دول أوروبا.
سبيل من السبل التي نحرص بها على لغة أبنائنا. أرسله في يومي السبت والأحد إلى هذه المدارس ليتعلم لغة آبائه وأجداده. حسن. بعض الآباء يقول والأمهات يعني حرام هذا الولد ليس عنده إلا هذين اليومين عطلة، لكن أنت ستقول حرام حينما يكبر ولا يحسن أن يقرأ جواز سفره. يا الله. مهم جدا أن نستشعر أهمية أن يعني نقدم شيئا لهذه اللغة. عندنا مواقع في الشابكة، مواقع كثيرة تعلم الأولاد اللغة العربية لتجلس الأم مع ولدها. أحيانا نحن نقول طبل الحي لا يطرب، بين أصدقائك أساتذة للعربية أرسله إلى صديقك. ومن واجبك كما تنفق على طعام أولادك وشرابهم أن تنفق على تربيتهم، أن تنفق على تعليمهم لغتهم. لماذا نستكثر؟ الآن كثير من الآباء والأهالي في البدايات يضعون أموالاً طائلة ليعلموا أولادهم لغة البلد المقيم فيه، لغة البلد التي يقيمون فيها، وعندما يأتي إلى اللغة العربية يقول لا وقت لدينا، ويستكثرون المال دفع عليه. المال أيضاً لا، واجبه أن يخصص شيئاً كما يطعمه وكما يشرب. هذا الطعام والشراب للجسد، فماذا لروح؟ ماذا تقدم لروح أبنائك؟ اليوم نسمع نحن عن اتجاهات فكرية تسود بين أبنائنا بسبب بلاد المهجر، اختلال في العقيدة، بعد عن القيم، القيم الأصيلة التي تربينا عليها، كل ذلك يتصل باللغة. نحن حينما نقرأ قصائد الجاهلية، الجاهلية أقول ليست قصائد الإسلام، تجد قيم الكرم والجود والإحسان مليئة في الشعر الجاهلي. ولذلك قال النبي إنما صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي أن الأخلاق موجودة. تمام. كانت الروح العربية عند العرب، هذه الروح في الحقيقة ليست موجودة في بلاد بعض هذه الأخلاق التي نعتز بها. مثلا عندنا يطرق الطارق تفضل نأبى إلا أن يدخل ويأكل ويشرب، هذه ربما أعراف ليست موجودة في البلاد الأخرى، بدأنا نفتقدها عند أبنائنا. هذه الروح بدأنا نفتقدها عند أبنائنا، وهي ترتبط تماما باللغة. تماما. اللغة تؤثر في الثقافة، تؤثر في السلوك. اللغة هي الفكر. الإنسان حينما يفكر بأي شيء يفكر بمفردات لغته. فيصبح حتى تفكيره مصبوغا باللغة. اللغة تؤثر في أسلوب التفكير، في منهجية التفكير، في البارادايم، ما يقال عنه بارادايم في العقل، تؤثر جدا. أنت حينما لا تعلم ابنك العربية تخسر هذه المنهجية الفكرية. صحيح. تخسر التراث الثقافي، تخسر المعين الحضاري الذي تمثله هذه اللغة. قبل أن نذهب إلى سؤالنا الأخير، دكتور أحمد السعدي الأديب والشاعر و مدرس اللغة العربية والحريص عليها الغيور المحب لها، قبل السؤال الأخير إلى خاتمة من الشعر، ماذا ستقول؟ ماذا ستقرأ؟ أتيت بأبيات كتبتها للصغار بمناسبة الحديث عن تعليم الأطفال العربية. جميل. ونحن من الحلول التي أود أن لا ننساها مناهج تعليم العربية لأبنائها ولغير أبنائها التي تراعي المرحلة العمرية. حسنت. هناك كتب كثيرة لتعليم العربية للكبار، للناطقين ولغير الناطقين، لكن للصغار هناك تقصير. صحيح. حقيقة المناهج التي تؤلف لتعليم العربية للصغار قليلة، ونحن بحاجة إلى المزيد. في سلسلة عملت عليها مع بعض إخواننا لتعليم العربية لأبنائها ولغير أبنائها كتبت هذه الأبيات التي تناسب الصغار. تفضل. القصيدة في وداع المدرسة. وداعا وداعا أيا جنتي، ستبقين دوما سنا مهجتي، ففيك تعلمت حب الحياة وكيف أعيش مع الشدة. وبعض اللغات تعلمتها
لكي أتواصل في غربتي وعلم الحساب وتاريخنا وأحكام ديني ودعوتي، فكنت لنا مثل شمس الضحى وقبلك تهنى مع الظلمة وداعا، وفي القلب حب عظيم ودمع يعبر عن لهفتي، سأبقى على العهد، عهد العلوم وعهد الصداقة والخلة. سأبقى على العهد، عهد العلوم وعهد الصداقة والخلة. دمت خليل خير، ما شاء الله عليك يا دكتور، حتى فيما تكتب تحاول أن تؤدي قيمة أخلاقية، أن تغرس خلقا، مبدأ، فكرة بيضاء نقية تسمو بالروح العربية، فكيف بأحباب الله وهم الأطفال الذين يحتاجون منا إلى تعامل بالغ الحساسية حتى يتشبثوا لاحقا بلغتهم وهويتهم فيتمسكوا بها أكثر، لا أن يتنصلوا عنها وللأسف يعني يعبرون عن امتعاضهم منها. إلى لغتنا مرة ثانية، لغتنا هويتنا كما تعلم دكتور، من المسؤول عنها؟ الأهل، الدول، المدارس، الإعلام، أم هو خليط من كل ذلك ومهمة مشتركة؟ كل هؤلاء، كل هؤلاء، ولكن تزيد المهمة بحسب الظروف. الآن في بلاد الاغتراب مثلا، كيف سنلزم الدولة التي خرج منها هذا الولد مثلا بأن تشرف على تعليمه العربية؟ الآن هناك في الحقيقة دول عربية لها يعني قوة اقتصادية يشار إليها بالبنان، كلنا يعلم هذا. وحتى على سبيل النكتة، إحدى صديقات ولدي في المدرسة قالت له: أتعرف لماذا كلمة المال في العربية برا، يعني يقال في التركية برا للمال؟ قال لماذا؟ قال لأن، قالت لأن مقلوبها عرب، فيعني لو قرأتها بالعكس فهم ينظرون إلى العرب على أنهم أغنياء. هذه السمعة التي للعرب، وهم يشيرون بالدرجة الأولى لإخواننا في بلاد الخليج، توجب على العرب مسؤولية كبيرة تجاه لغتهم. هناك بفضل الله إحسان وجود من العرب في كثير من البلاد العربية، لكن المهام كثيرة. أنا أريد أن أقول إن جزءاً من المهمة التي ينبغي أن ينتبهوا لها وأن يتنبهوا لها دعم مراكز تعليم اللغة العربية ودعم أساتذة اللغة العربية ودعم مناهج اللغة العربية، كل هذا من واجبنا نحن العرب، هذه لغتنا وهؤلاء أبناؤنا. لا ينبغي أبداً أن أفكر أنا أحرص على ولدي فقط مثلاً في أن يتعلم العربية، أنا كل أبناء العرب أبنائي، واللغة العربية إذن هي مهمة مشتركة ومسؤولية تقع على عاتق كل منا، لا فقط على عاتق هؤلاء الذين ذكرنا. كلامك صحيح، هي مسؤولية دول، هي مسؤولية مدارس، هي مسؤولية مفكرين، حتى مثلا تسهيل العربية، طرحها بروح تناسب الأطفال، تناسب الأعمار المختلفة كذلك. نعم، يعني أنا أتكلم الآن، لا أن تكون منغلقة على جيل معين. تمام، يعني إذا كان عمره 6 سنوات، المناهج حينما تدرس ينبغي الصور الموضوعة فيها هي تناسب 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، أساليب الطرح، تقريبها، تحبيبها، المسابقات، التشجيع، كل هذا، الندوات، المهرجانات، كل هذا ينبغي أن نتعاون فيه لكي نقدم لأبنائنا يعني لغة سهلة يستسيغونها وينشدون إليها بإذن الله. قبل الكلمة الختامية، ربما أفاجئك بطلب أن تقرأ شيئا مما تحفظه لك أو لغيرك من الشعر. والله فاجأتني، وينبغي أن الإنسان، أنا أحب المفاجأة أن يستحضر. يعني قلت لك أني درست على يعني أحد علمائنا، على يد أحد العلماء، وله قصيدة أحبها جدا في تخميس قصيدة أبي فراس: أراك عصيا الدم وشيمتك الصدر. الله، اقرأ علينا.
ولكن يعني لا أدري، أن تفاجأتني، أحب هذه القصيدة لا أدري ما أذكر منها. هو يقول: اقرأ علينا ما تذكره فقط منها لا بأس. أيا مغرما بالوصل طال به الهجر، أيا مغرما بالوصل طال به الهجر، سحاب حجاب العاشقين له قطر، فقل لي فما في الحب، فقل لي أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، دليلي على أن الهوى لك شرعة نحول وفي دقات قلبك سرعة، فقل لي فما في الحب عار وسمعة، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر. أحسنت، بارك الله فيك يا دكتور. نصيحة ختامية في نهاية هذه الحلقة، ماذا تقول والله للشعراء أولا ولأولياء الأمور من أجل أبنائهم ثانيا، وحديثنا عن أمانة اللغة العربية؟ للشعراء أقول لهم: ينبغي أن تكتبوا للأطفال. نحن لغتنا، لا يسقطوا الأطفال من حساباتهم. لغتنا لغة شعر، ونحن ينبغي أن نربي أبناءنا على لغة الشعر وعلى شعر اللغة. فأنا أطلب من شعرائنا المتقنين أن يكتبوا للأطفال. بالنسبة للأولياء، اللغة العربية، اللغة العربية أمانة في أعناقكم، لا تخسروا أولادكم وأولاد أولادكم. ضمان أولادكم ضمانا دينيا وأخلاقيا وقيميا وثقافيا وحضاريا بضمان هذه اللغة. أحسنت. لا تضيعوا لغة أبنائكم. يعني كانت حلقة جدا ممتعة وطيبة، رفقتك دكتور أحمد، رفقتكم. تنقلنا فيها على الكثير من أزهارك الشعرية في بستان اللغة العالية والواسعة، وهذا الموضوع الشيق، الموضوع الممتلئ للأمانة فكرا وجوهرا، ويحفز الروح على ضرورة أن تقوم بواجباتها. أرجو من الله تعالى أن يعيننا على يعني تطبيق وتحقيق ما تفضلت به. كذلك أرجو أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات العالية. إن شاء الله، إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لكم، بارك الله بكم. شكرا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا رفقة شعر آخر وموضوع جديد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.